يقول أخونا من لطائف الإسناد أنهم كلهم كوفيون. نعم، نستمع إلى الحديث التالي. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين فمسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. هذا الحديث مر معنا مرارا وتكرارا، مر معنا مرارا وتكرارا أكثر من مرة. ما معنى فأخرجنا له ماء فيه ثور من صفر؟ ما معنى من صفر؟ تفضل. صفر هو النحاس، ثور. نعم، إذا صفر من نحاس جيد، من نحاس جيد. وسوف يأتي بعد قليل معنى الثور من تبويب الإمام البخاري. إذا هذا الحديث مر معنا مرارا. ما السبب الذي ساقه الإمام البخاري هذا الحديث في الأخير؟ قوله في ثور من صفر. نعم، وما الصلة؟ أن الثور أيضا مما يستخرج من الأرض ويتوضأ فيه. نعم، فإذا هذا مما يستخرج من الأرض ويتوضأ به، فساقه الإمام البخاري. نستمع الحديث التالي. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين فخبت رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوفيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفقنا نصب عليه تلك حتى تفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث أيضا سوف يمر معنا إن شاء الله في مواطن كثيرة، لكننا الآن في باب وفي كتاب الوضوء. قال حدثنا أبو اليمان، من أبو اليمان؟ تفضل. هو الحكم بالنافع البهراني أبو اليمان الحمصي. نعم، الحكم بالنافع البهراني أبو اليمان الحمصي. وأخبرنا شعيب، من شعيب هذا؟ تفضل. شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم، اسمه أبيه دينار أبو مسلم الحمصي. نعم، عن الزهري أشهر من نار على علم. تفضل. محمد بن مسلم بن علي الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. نعم، محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب أبو بكر الزهري الذي كان يمثل كما أسلفنا جامعة في زمانه بنفسه. قال أخبرني عبيد الله، من عبيد الله هذا؟ من عبيد الله؟ تفضل. عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لا، أخطأ. من عبيد الله؟ تفضل. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود البذلي أبو عبد الله المدني. نعم، عائشة أم المؤمنين ما كنيتها؟ تفضل. أم عبد الله. نعم، أم عبد الله. إذا قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت
لما ثقل، ثقل ماذا؟ ثقل ماذا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. نعم، نسأل، قرر. ثقل أي ثقل المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، واشتد به وجعه. استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته. ما معنى أن يمرض؟ تفضل. ما معنى يمرض في الأخير؟ نعم، أن يخدم خدمة شاملة بالعلاج وغيره في بيتي. وهنا من كان عنده أكثر من زوجة، وهو نادر في هذا الزمان، فيتنبأ إلى هذا الحكم في أن يمرض في بيتي. فأذن له. من الذي أذن؟ من الذي أذن؟ تفضل. نعم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط. ما معنى تخط؟ من كلام أهل العلم. تفضل. قال العلم يمثل برجله على الأرض كأنها تخط خط، كأنها تخط خطا. أحسن. إذا يؤثر برجله على الأرض كأنها تخط خطا. إذا من شدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم كانت رجلاه تخط في الأرض. وكان هنا رجلان يحملانه صلى الله عليه وسلم بين عباس ورجل آخر، بين عباس ورجل آخر. راوي الحديث من؟ عائشة أم المؤمنين. فعرفت رجلا ولم تعرف الآخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس. فأخبرته بماذا؟ فأخبرته بماذا؟ تفضل. قول عائشة رضي الله عنها بحديث عائشة الذي سمعه من عائشة أم المؤمنين. وعبد الله بن عباس طبقة أعلى من عبيد الله، فاستمع له. ثم عندما وصل إلى هذا الموطن بين له أن كل الذي أخبرت به أنا سمعته وعرفته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أتاه بأسلوب فيه نباهة وتلطف. لذا فينبغي لمن حصل معلومة من طلبة العلم أن يترسل قبل أن يلقيها على أهل العلم. فقال: أتدري من الرجل؟ أعطاه معلومة زائدة على ما أخبره. أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنهم أجمعين. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدثه. إذا رجع إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته: واشتد وجعه، فريقوا. وفي رواية، وهي رواية الأكثر بصحيح البخاري، أهريقوا. ما معنى أهريقوا؟ فضل. أي صب. نعم، اسكبوا وصبوا. أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوقيتهن. ما معنى لم، ما معنى الوكاء؟ ما معنى الوكاء من كلام أهل العلم؟ تفضل. فرق طبعاً جمع وكاء أو أوكت أو قربة ربطتها.
وقال ابن أثير الوكاء الخيط الذي تشد به نعم إذن هو الذي يشتد أو يشد به رأس القربة. إذن هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه سبع كرب، لكن ما بها لم تفك ولم يشرب منها أحد، ولها هذا الوكاء. لعلي أعهد إلى الناس، لعلي أعهد، ما معنى أعهد في الأخير؟ نعم، لعلي أوصي إلى الناس. فهنا كانت الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأجلس في مخضب، وأجلس في مخضب. قلنا المخضب قبل قليل ما هو؟ إذن الإناء الذي يغسل فيه. لما يغسل فيه الثياب هذا المخضب؟ لأنه نعم لأنه كبير. فعندها احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في هذا المخضب حتى يصب عليه في مخضب لحفصة. إذا من صاحب المخطب؟ حفصة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طفقنا نصب عليه تلك. تلك على ماذا تعود؟ على ماذا تعود تلك؟ تفضل. نعم، على القرب. حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، أن قد فعلتن، يعني كفاية. ثم خرج إلى الناس صلى الله عليه وسلم. حقيقة كلام في هذا الحديث سوف يأتي في مواطن كثيرة كما أشرت، لكن ما يهمنا الآن هو الشاهد. ما هو الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث في الأخير؟ لا، أخطأت. من يساعده؟ تفضل. نعم، هنا وأجلس في مخضب، وأجلس في مخضب. فإذا هذا هو الشاهد.